والآن مع شباك فلسطين وهبة الله شاهين، أول فارسة في الشرق الأوسط تمتطي حصانا بساق صناعية، حيث تم بتر ساقها منذ الولادة. وعلى الرغم من ذلك اكتشفت عائلة هبة موهبتها في ركوب الخيل منذ الصغر، بالإضافة إلى مواهب أخرى. باسل خلف من غزة معه تفاصيل القصة. طول وقفت أقول لك رايح على الغربي وبلادك أحسن لك، خايف يا زاريف تروح وتتملك وتعشر الغير وتنساني. أنا اسمي هبة الله سيف الدين شاهين، عمري 17 سنة. قصة الغناء بالأول ما كانت هالشي القوي، أو ما كان مبين عندي إنه أنا يعني ميولي للغناء وهيك. بعدين يعني بيت أدندن بالبيت، أغاني، أسمع أغاني سواء كان عربي أو أجنبي. أنا مش بس عندي موهبة الغناء، بس كمان عندي موهبة ركوب الخيل. لكن ركوب الخيل كانت هواية أكبر بشوي، أو يعني كانت أحلامي، يعني هي جزء من أحلامي فيك تحكي يعني الكبيرة. هبة الله أول مرة تمسك فيها قلم ورقة وتخربش، يعني كانت خربشات، بس أنا كأم بعرف هي شو، يعني كانت زي راس حصان. أنا بتطلع بقولها هذا يعني هبة حصان. هلأ هبة هي صارت صاحبة رسالة، يعني أنا كثير قابلت ناس بيقولوا لي إحنا لما نقابل هبة الله إحنا بناخد منها الثقة، بناخد منها الدعم، حتى الفرسان في نادي الخيل. الحياة مع الخيل يا سيدي زي كثير يعني شيء قوي، وكثير شيء جميل، وكثير شيء حلو. لانه طول ما انت عم، سواء كانت عم تاخذ درس عادي، درس قفز، درس لياقه، بتحس حالك مثل الروحين لكن بجسد واحده، بتحس حالك عن جد طاير، بتحس حالك مالك الدنيا لانه ربنا بارك فيها. وغير هيك يعني سماها بنات الريح. رغبتي ومحبتي للخيل القويه اللي ربطاني فيه من انا وصغيره خلاني من النوع اللي يكون عندي شغف، يكون عندي اهتمام كبير جدا بالفروسية وأصول الفروسية. هبة كان عندها اندماج واضح ما بين زملائها في التدريب. بعض الطلاب قد يكون عندهم بعض من الضعف في التدريب جسديا أو عدم الفهم، ولكن رأيت في هبة شيء واضح، واضح جدا للرقي بهذه برقي للمستوى المطلوب على الفرسية. أحلامي وأهدافي وطموحاتي بالخيل بالموهبة، هالموهبة إني أوصل للعالمية وأخش بطولات قفز حواجز أو سباقات خيل. بتمنى عن جد من كل قلبي إنه أوصل لهالعالمية، وحلمي يتحقق يعني بأي طريقة إن كانت